جزاكم الله خيرا. أحيانا أتوضأ وأنسى البسملة في أول الوضوء، ولا أتذكر إلا أثناء صلاتي، فأقول بسم الله أوله وآخره سرا في نفسي، ثم أستمر في الصلاة. هل تعتبر صلاتي صحيحة بهذا الوضوء الذي لم أسمي الله في أوله؟ جزاكم الله خيرا، علما بأنني قد قمت بإعادة صلاتي لأنني شككت في البسملة أول الوضوء. البسملة مشروعة ابتداء الوضوء بالإجماع، ولكن الجمهور على أنها سنة وليست واجبة. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوبها في حالة الذكر، أما الناسي فلا شيء عليه. فإذا نسيت وتوضأت ولم تسمي في أول الوضوء حتى فرغت من الوضوء فوضوءك صحيح والحمد لله، تسقط البسملة عنك لأنك معذور بالنسيان. أما إذا ذكرت في أثناء الوضوء فإنك تسمي وتمضي في وضوءك، تسمي على باقيه وتكمل الوضوء والحمد لله. وأما التسمية في الصلاة هذا غير مشروع ولا يجوز هذا، ولكن صلاة السائل صحيحة لأنه يجهل الحكم، صلاته صحيحة لكن لا يعود لمثل هذا. نعم.